حلمك الليالي بابي على وشك أن يصبح حقيقة. فبدأ العد التنازلي الآن من أجل إعلان انضمام المهاجم الفرنسي كيليان امبابي إلى نادي ريال مدريد. امبابي ودع نادي باريس سان جيرمان وجماهيره مؤكدا الرحيل بنهاية الموسم الحالي. وعلى الرغم من عدم تحديد كيليان وجهته القادمة، إلا أن جميع التقارير العالمية تؤكد على أن المهاجم الفرنسي في طريقه إلى ريال مدريد. الصحفي الإيطالي الشهير فابرتيسو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أكد أن كيليان مبابي اتفق مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال مجانية، وذكر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن إمبابي توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد منذ شهر فبراير الماضي، لكن دون توقيع أي عقود رسمية حتى الآن. وأشار إلى أن راتب إمبابي مع ريال مدريد سيكون أقل بكثير مما كان يحصل عليه مع باريس سان جيرمان، وكذلك أقل من العرض الذي قدمه له النادى الملكي في عام 2022. وأوضح أن راتب نجم الكرة الفرنسية سيكون قريبا من راتب الثنائي جود بلينغهام وفينيسيوس جونيور، وأكد أن إمبابي لم ينظر إلى أي عروض أخرى من أندية منافسة نظرا لأن هدفه هو الانضمام إلى ريال مدريد فقط. وأكد رومانو على أن نادي ريال مدريد سيعلن عن القنبلة الكبرى بالتعاقد مع كيليان إمبابي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول.